عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير. آخر فيديو شفناه مع بعضنا لي بخوميييغ إمبرسيون اللي لقيناهم في السيري إس 21، واليوم جينا فيديو جديدة باش نحكيو على لي بخوميييغ إمبرسيون تاع الديزاين، وسيرتو شنيا لي كولوري اللي باش يكونوا موجودين إن شاء الله في تونس. كيما تراو عندي دونك الثلاثة سيريات نتاع الإس 21، إس 21، إس 21 بلس، إي إس 21 أولترا. كي بخوميييغ إمبرسيون دونك باش نلقاو التليفونات نتاعنا يجيونا افيك لي كولوري تخي إليغون، وسيرتو سامسونج سميتو سني ان ديزاين ايكونيك. اول مره التليفون نتاعنا في بار اكزومبل انا اس 21 الترا ولا اس 21 اس 21 بلس، الكاميرا سميتها سامسونج في ديزاين كونتور 4 ديزاين، معناتها الكاميرا ولات البلوك كامل نتاع الكاميرا انتجري في الكونتور نتاع التليفون، اللي دوكوش يخلي السمارتفون نتاعنا اللي انكور بلوس اليغان، ويخلي زاد البلوك نتاع الكاميرا انكور بلو ريزيستون. بارابور الاس 21 الترا باش نلقاو سمارتفون نتاعنا البامب تاع الكاميرا ولات اقل ب 30% بارابور النوت 20 الترا، كي باش يخلي التليفون نتاعنا انكور بلو بو اي سورتو بلو ريزيستون. نمشيو دونك للديزاين باش نلقاو في الجالكسي اس 21 باش نلقاو الباك باش نلقاوها اون بولي كربونات رانفورسي. سامسونج قالت الماتيغ هذايا 3 فوا بلو ريزيستونت على البلار، ومرتين معناتها بلو ليجي على البلار كيف كيف. نمشيو للجالكسي اس 21 بلس والاس 21 الترا باش نلقاو لي دو دو باش نلقاوهم اون فير غوريلا غلاس فيكتوس، لا ديرنيير جينيراسيون تاع غوريلا غلاس دو فوا بلو ريزيستانت على اخر ماتير غوريلا غلاس 6. كوتي ديسپونيبيليتي نتاع لي كولوري باش نلقاو في الجالكسي اس 21 3 كولوري اللي هما الفانتوم فيولي الفانتوم وايت والفانتوم غري. في الجالكسي اس 21 بلس باش نلقاو الفانتوم بلاك اللي هو لنا فانتوم فيولي اللي هو تريز اليغان باش نلقاو الكونتور نتاعو اون جولد، والفانتوم سيلفر. دونك الحاجه الباهيه في لي كولوري الكل باش يجيونا في تونس وكوتي ديزاين باش نلقاو شيجينا معناتها افيك ان ريفيتمون اون مات، دونك باش يفيتينا التراس نتاع لومبرانت باش يخلي السمارتفون نتاعنا انكور بلو اليغان. ومن بعد ما كملنا في الاس 21 بلس باش نتعداو الاس 21 الترا اللي باش نلقاو دو كولوري اللي هما الفانتوم سيلفر والفانتوم بلاك. نتعداو ليكرون ولنا باش نلقاو 3 ديفيرون تايف في لي 3 برودوي. في الجالكسي اس 21 باش نلقاو سمارتفون نتاعنا يجينا افيك 6.2 بوص، 6.7 بوص في الجالكسي اس 21 بلس، و 6.8 بوص في الجالكسي اس 21 الترا. كان لاحظتوا لنا في الجالكسي اس 21 الترا باش نلقاو سمارتفون نتاعنا انكورفي ا دو كوتي. Par contre, في الجالكسي S21 و S21 Plus باش نلقاو السمارتفون نتاعنا ليكرون نتاعو فلات، معناتها ماهوش انكورفي ا دو كوتي. Par contre, on a gardé la même technologie نتاع ليكرون اللي هي Dynamic AMOLED 2X. كيما نعرفو الكل، سي لا ميور تكنولوجي نلقاوها موجودة في الليكرونات نتاعنا باش تخلينا ليكرون أصفى وأوضح وسيرتو أرتاح للعين نتاعنا. نتعداو الديفينيسيون نتاع ليكرون، دونك باش نلقاو في الجالكسي S21 و S21 Plus Full HD Plus. Par contre, في الجالكسي S21 الترا نوصلو الريزوليسيون نتاعنا حتى الكواد HD Plus. ما ننساوش التو دو ريفريشيسمون 120 هرتز ابارتير من الجالكسي نوت 20 الترا. سامسونج زادت تحسنت في التكنولوجيا هذيا، فا سادابتي بارابور للوتيليزاسيون نتاعنا، معناتها كو سوسوا نتفرجوا في فيلم نقراو ارتيكل ولا نلعبوا الجو، هي تادابتي اوتوماتيكمون التيب نتاع السنه اللي قاعدين نخدموا فيها، وكيكا باش تساعدنا باش السمارت فون نتاعنا يكون في الويد اي سورتو اقل كونسوماسيون نتاع شارج. نحكيو اكثر على ليكرون تاع الجالكسي اس 21 الترا اللي ولا 25% اوضح بارابور لقبل، اللي وصلنا ل 1500 نيتس و 50% اكثر كونتراست. هذا الكل يخلينا باش نراو كو سوسوا التصاور والفيديوهات نتاعنا اوضح واصفى برشا بارابور لقبل. بيان سور كي نقولوا اوضح واصفى برشا باش نلقاو زاده انتيليجون اكثر. كما قلنا الكلنا باش نلقاو بالتليفونات نتاعنا 120 هرتز، مي سورتو ليكرون نتاعنا لنا يوصل حتى ال 10 والا 10 هرتز احنا والكونديسيون معناتها اللي نستعملوا فيها كو سوسوا ارتيكل ولا فيديو باش يخلي السمارتفون نتاعنا بلو رابيد اي بلو انتيليجون واقل كونسوماسيون تاع شارج. ميرسي بور فوتر اتونسيون اي ا تري بيانتو.